مرح بعد الأخبار مثل كل نهار جمعة كنا مع هالأجيدة من سأل ومرتي مع زميل محمد قيس مع أجواء كتير حماسية وحلوة ومميزة ومع الكابلز يلي دايما هن مستعدين لربح تعملوا كل شيء ليربحوا السيارة ولكن كمان عم مدوا أجواء وأوقات كتير حلوة. كمان الساعة 10:30 كنا مع أنا امرأة مع ساندرا منصور هالبرنامج اللي بيجول كتير من البلدان بالعالم بيرجع لنا بأخبار الموضة عم نعمل السياحة كمان وبنفس الوقت عم نتعرف على سيدات متميزات بمجالهم. كانت امبارحة الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من أنا امرأة. هلأ خلينا نرجع نشوف أجواء اسألوا مرتي امبارح. محمد يلا جمعت 9000 نقطة وهلأ الواقف القصة على طابة. محمد يلا محمد ساعات تخطب برا أول واحدة معانا دغري جبتها محمد فادي شو بيك؟ جاهز؟ إذا بقول لك انسى كل لحظة انسى كل شيء إذا بعده موضوع المي معلق عندك انساه في سيارة بدها ونفس الشيء لمحمد سعادة فعلا عم نلعب وعم نتسلى بس لعبة منا صعبة بس كل شيء بيهون قدام سيارة خفف تعادل هو سيد الموقف يلا يا محمد جو واو شو صار؟ شو صار؟ بدك كنترول ركز 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 خذ نفس يلا نقطتين للفريق الازرق برافو دارين يلا رودين هل يا ترى رح ترجع تعدلي مره ثانيه؟ ركزي لا هيدي بسرعة يلا محمد تفضل يلا. نقطتين للفريق الأزرق نقطة للفريق الأحمر أول فريق بجمع 5 نقاط بنقول له مبروك السيارة 3 نقاط للفريق الأزرق give me 5 محمد يلا يلا حمودي واحد 2 برافو يلا دارين 3 نقاط للفريق الأزرق نقطتين للفريق الأحمر أنت بحاجة لهالنقطة العجلة الندامة بسيطة بسيطة لحظة رودين 3-2 ركزي كثير منيح فيك تعدلي إذا عدلتي عم ترجعي تقربي على السيارة جاهزة؟ جو بعدين محمد تفضل بعدنا 3-2 للفريق الازرق شو محمد جاهز؟ برافو 4-2 محمد ما تستهون الوضع فيك ترجع تعدل والفريق الازرق اعصابه مشدوده لانه بحاجه لطابه واحده ولا نقطه واحده يلا محمد يلا لا دارين تحمست مع محمد يلا دارين حلوه الروح الرياضيه قبل ما تبدا هيدي الطابه ممكن هي تكون الحاسمه وتخولك تربح السياره موديل 2015 كل هيدا بيسالوا مرتي ركزي 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 خذ نفس نعمل كاونت داون مع الجمهور 3 2 1 جو يا حلو الربح وحلوة هالأجواء منيح أنه نسألوا مرتي نهار الجمعة لأنه كبار وصغار عم بيتابعوه فإذا ما كان في مدرسة تاني يوم بيكون أحسن نحن أكيد رح نتابع نحن وياكم حلقة ألايف رح ننتقل هلأ للزعرور مع جينيفر تنشوف شو الأجواء فوق عمل لي يعني كاتيا مثل ما عم بتشوفوا أجواءنا صافية
ما في هواء ابدا، الشمس كثير قويه، الطقس رائع يعني. اكيد ما في امطار بفتره النهار، ولكن متوقعين يكون عندنا امطار بفتره المساء ببعض المناطق. درجات الحراره عم بتكون اقل من امبارحه بسبب لانه الكتل الهواء الدافيه انحسرت اللي كانت عم بتعلي درجات الحراره، ورجعت درجات الحراره طبيعيه بمثل هالوقت من السنه. يعني كاتيا على بعد 30 دقيقه بس من بيروت، احنا هون بزعرور كلوب عم نقدر نغير جو ونخفف عنا الضغط اليومي. هلا وصلوا الي ابو صالح وامين ديب، رح يرجعوا يطلعوا عليكم بعد شوي. انا بدي اقول لكل الناس اللي بعد ما قرروا شو بدهم يعملوا بالويك اند يجوا لانه يستفيدوا من الطقس الصافي، ونحن ناطرينكم هون بزعرور كلوب. عوده لالي كاتيا. Thank you جينيفر، شكرا لك ولكل الفريق الموجود بزعرور، بأمل تكونوا كمان عم تقضوا انتم كمان اوقات حلوه. هلا وقفي بنرجع بنتابع لايف، خليكم معنا.